تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ مستمعينا، أحب أني أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد، الأستاذ حسني البلاونة من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بزميلتي الأخت آمنة العلي، طبعا موجودة في الاستوديو، وإن شاء الله بتسمعون صوتها المتألق خلال الأيام القليلة القادمة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا، أذكركم بالتواصل معنا، اتصالاتكم وملاحظاتكم وأيضا استفساراتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض معكم مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، دائما نحب نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا فيروس، وأيضا التذكير بأن التباعد الجسدي وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين يساهم هذا بشكل فعال في الحد من العدوى بفيروس كورونا. نستعرض معكم مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما هناك عندنا الأخبار المحلية والعالمية. اليوم عندنا خبر الكتابة اليدوية تجعل الأطفال أكثر ذكاء، وأيضا هناك دراسة أخرى تقول عن موضوع نقص الفيتامين د يزيد احتمال الإصابة بكورونا بنسبة 50%، وبنتكلم أكثر عن هذا الخبر. فقرة سوشيال ميديا ومستجدات وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. فقرة الخدمات أو أول فقرة من فقرة برامج هذا اليوم، خدمات هيئة الصحة بدبي، بنتكلم عن موضوع مستمعين الأعزاء مهم للغاية، وهي الفحص الدوري السنوي. بنتكلم عن الفحص الدوري السنوي، ما هو الفحص الدوري السنوي، وأيضا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع المهم. وأيضا من ضمن مصطلحات الطبية اليوم عندنا مصطلح طبي وهو التهاب المفاصل، بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. وفقرة التغذية دائما مستمعين الأعزاء، التغذية العلاجية للارتداد المريئي، وأيضا هاي من المشاكل الشائعة، بنتكلم عنها اليوم مع أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم صحة الطفل وفيتامين دال. هاي مستمعين الأعزاء فقراتنا المتنوعة لهذا اليوم، وخلنا ناخذكم مع هذا الخبر، الكتابة اليدوية تجعل الأطفال أكثر ذكاء. أكدت دراسة جديدة إن استخدام الكتابة اليدوية يعطي تعلما وذاكرة أفضل من الكتابة باستخدام الكيبورد. وأظهرت أيضا نتائج هذه الدراسة مستمعينا التي قادها البروفيسور أودري فان من مركز NTN الطبي الأمريكي، إن الدماغ يكون أكثر نشاطا عند الكتابة باليد منه عند الكتابة على لوحة المفاتيح. وأيضا استخدام القلم والورق يعمل على تنشيط الكثير من الحواس عن طريق الضغط على القلم ورؤية الرسائل التي تكتبها وسماع الصوت أيضا الذي تصدره أثناء الكتابة. تخلق هذه التجارب الحسية اتصالا بين أجزاء مختلفة من الدماغ، وتفتح آفاق الدماغ للتعليم بشكل أكثر. وخبرنا الآخر أيضا، نقص فيتامين د يزيد احتمال الإصابة بكورونا فيروس بنسبة 50%. وجد بحث جديد نشر مؤخرا في مجلة بلوس إن الطبية أن نقص فيتامين د يزيد من خطر إصابة الشخص بفيروس كورونا بنسبة 50%. وأظهرت مستمعين الأعزاء هذه الدراسة نتائج هذه الدراسة أجريت على أكثر من 190 ألف شخص خضعوا للفحص، أن نسبة كبيرة من لديهم مستويات أقل من الموصي بها
من فيتامين دال مصابون بفيروس كورونا. وبحسب العلماء فإن فيتامين دال يعزز وظيفة الجهاز المناعي، حيث اقترحت العديد من الأبحاث الحديثة أنه قد يساعد أيضا في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد. مستمعين، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله علينا وعلى كل وعليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. أختي أسماء، حبيت أذكرك وين الرسائل الإيجابية، الطاقة الإيجابية كنت كنا يعني متعودين عليك. هي موجودة الحين بقولها. الله يعطيك العافية. مثل ما تعرفون إن كان يوم أمس السبت كان يوم العالمي للصحة النفسية. فاليوم العالمي للصحة النفسية كثير من الجهات كانت تتكلم عن تعزيز المنتل هيلث والصحة النفسية والطاقة الإيجابية، ومنها خلينا نستعرض معاكم مجموعة من الأشياء اللي كانت يوم أمس. أول شيء نبدأ منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية كانت مسوية حملة اسمها Move Your Mental Health، وهي لدعم مو بس يعني الأشخاص، أيضا لتعزيز الصحة النفسية، وأن كثير من الأشخاص كانوا خلال فترة كوفيد 19 يعني كوارنتاين، اللي كان عنده حد مصاب اللي عنده، فهاي كلها تأثر على الصحة النفسية وكيف يعززون هاي الطاقة الإيجابية عندهم صحتهم النفسية. صحيح. أيضا معالي شمتي المزروعي، وكانت تعرض مبادرة مجلس مؤسسة الاتحاد الشباب ومجلس الاتحاد مجلس العربي للشباب مبادراتهم في يوم الصحة النفسية، وعرضوا مجموعة من الممارسات الإيجابية اللي ممكن يسوونها الشباب لهذا الموضوع. أيضا هيئة الصحة بدبي حطت مجموعة من النصائح، منها كيف الواحد يخفف التوتر الموجود في العمل. فمن بعض النصائح اللي نحن دائما نأكد عليها، أن يعني دائما دائما شوف نفسك. مو غلط أن الواحد يروح ويلجأ لمختصين، لكن الغلط إن الواحد يعرف إن في مشكلة وما يعالجها. فنحن نتمنى من الجميع في حال احتاجوا أي رأي طبي أو أي استشارة، ممكن إنهم يجون يأخذون واحد منا أو يعني يلجؤون للمختصين، المختصين أطباء، مو بإنه بس خلاص واحد يستوى عنده سوشيال ميديا بلاتفورم وأعطي نصايح وخلاص يسمعوا النصايح. لازم يكون نصايح من أشخاص مختصين حسب الحالة طبعاً. صحيح. أيضا نحن مستمرين في حملات شهر التوعية بسرطان الثدي وأيضا فيروس الإنفلونزا الموسمية، ونقول للجميع أن كنا حاطين نشرة يوم أمس، يعتبر أخذ اللقاح الإنفلونزا مفيد وآمن للمرأة الحامل، يقيها من الإنفلونزا، يقلل مخطر دخول المرأة للمستشفى، وقايم المشاكل المحتملة لها ولجنينها، وأيضا حماية الرضيع. فهي مجموعة من النصائح اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية. شكرا أستاذة أسماء، دمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن هيئة الصحة بدبي تولي اهتمام كبير جدا بخصوص موضوع الدعم النفسي في مختلف التخصصات. الحقيقة هناك دائما يعني تجانس وتكامل وتوافق كبير جدا في الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، وتأخذ دائما بعين الاعتبار الخدمات العلاجية اللي تقدمها على مستوى متكامل للمريض، بحيث أن تشمل الجانب العلاجي والجانب الاجتماعي وأيضا الجانب النفسي. ومستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل، بعد الفاصل عندنا فقرة من فقرات خدمات هيئة الصحة بدبي. اليوم بنتحدث عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الفحص الدوري السنوي. خلكم معنا مستمعينا الأعزاء، عندنا فقرات كثير جميلة اليوم، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ببرنامجكم الإذاعي اليومي الصحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نذكركم مستمعين الأعزاء ونرحب بمشاركاتكم باتصالاتكم وملاحظاتكم اقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرتنا لهذا اليوم خدمات هيئة الصحة بدبي، الفحص الدوري السنوي، وبتكون معانا اليوم الدكتورة عفرة أهلي أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة عفرة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، يا مرحبا. مرحبا دكتورة عفرة. طبعا يعني هيئة الصحة بدبي دائما حريصة على توفير خدمات يعني متكاملة وخدمات شمولية، وبالأخص في موضوع الخدمات اللي يعني الخدمات الوقائية. فاليوم حديثنا معك دكتورة عن يعني إحدى الخدمات الرئيسة والمهمة بهيئة الصحة بدبي، وتعتبر أيضا جانب وقائي، ألا وهو الفحص الدوري السنوي. دكتورة عفرة، لو تكلمينا بشكل يعني عام عن ما هو الفحص الدوري السنوي. الفحص الدوري السنوي أو اللي نحن نسميه Periodic Health Assessment طبعا متوفر، وهو واحد من أهم الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة واللي الناس ما تعرف عنه. صحيح. هو يعتبر فحص شامل وتندرج تحته فئات عمرية مختلفة، لكل فئة عمرية يكون فيه فحوصات مختلفة. مثلاً إذا بنبتدي نحن الفحص هذا نقول نبتدي فيه مع كل المرضى من عمر 18 سنة وطالع فوق. من يدخل المريض العيادة طبعاً من بعد التسجيل والفراسس اللي يمشي فيه يكون فيه عندنا أشياء مهمة لازم نسويها، منها فحص الضغط. وايد من الناس ما يحبون الممرضة تاخذ قراءات الضغط هذه، وبعض الأحيان ربما تاخذ أكثر عن قراءة واحدة. القراءة هذه جداً مهمة، لها أرقام، الأرقام هذه تحدد صحة الشخص. صحيح. بالذات أن مرض الضغط يعتبر من السايلنت ديزيزز أو الأمراض الصامتة اللي ما لها أعراض. نعم. بعد هذا الشيء، بعد الضغط نبتدي ناخذ الوزن والطول عشان نحسب كتلة الجسم. لما أنا كشخص أحسب كتلة الجسم تندرج أيضا تحتها تقسيمات عشان أنا أقول الشخص هذا عنده أوفر ويت أو زيادة وزن أو أنواع السمنة المختلفة عشان أنا كطبيب أقدر أناقش المريض فيها. بعدها في عمر 18 أيضا نبتدي نسأل الشخص عن التدخين إذا كان مدخن أو لا. عندنا أيضا سؤالين عن الاكتئاب عشان أحدد الصحة النفسية للمريض. بعد ما خلص هاي الأسئلة كلها أبتدي أشرح للمريض أن في فحوصات تندرج أيضا تحت هاي الفئة العمرية، منها الكوليسترول، فحص سكر الصيام والسكر التراكمي، الفيتامين دي، وفحص الكلى. هاي الأشياء جدا مهمة وتبتدي تسوى على عمر 18 على حسب القراءات العالمية. بعدها أيضا نسوي توعية عن فحص الثدي المنزلي للإناث. نعم. إذا نحن تكلمنا عن الفئة العمرية اللي هي تبتدي من عمر 18، بعدها بنقول عمر 21. عمر 21 يكون للنساء المتزوجات واللي نحن راح نضيف عليه فحص سرطان عنق الرحم. نعم. بعد العمر 21 عندنا عمر 40 اللي نضيف فيه فحص سرطان الثدي للنساء، بيكون عن طريق فحص دوري داخل العيادة زايد الماموغرام، فحص سرطان القولون واللي يكون عن طريق عينة خروج أو براز، وأيضا للرجال راح يكون في فحص البروستيت. نعم. بعد هذه الفئة العمرية يكون عندنا عمر 50 تشمل فحص النظر زايد هشاشة العظام. هاي هي الفئات العمرية اللي نحن قسمناها والفحوصات بشكل عام اللي تتسوى في العيادات. دكتورة عفرة، عندنا مداخلة من الأخ محمد. مرحبا أخوي محمد، أبو محمد عفوا. كيف حالك؟ مرحبا أخوي أبو محمد، شاكرين الحقيقة يعني تواصلك معنا في إذاعة أو برنامج صحة وسعادة. تفضل أخوي أبو محمد. بارك الله فيك. أنا موضوعي بسيط جدا. نعم. أنا كنا نتعالج في أجمان، الولد فيه سكري أمراض 4 سنوات زين، فالحين ما قام يتوفر السنتر، رحنا عيادة مزهر فتحوا له ملف وهذا وحولونا على مستشفى دبي اللي فيه سكري تخصص السكر، عيادة السكري. نعم. إيه
الحين طال عمرك لما كلمنا البزالة فوق 10 مرات وحاولونا على العلاقات 10 مرات الحين السنسر ما عندنا حق الولد ونبغى ناخذ موعد ما بعرفين كيف. نعم كلمنا موظف قال اقرب موعد بنعطيك اياه 4 شهور معقولة ان السكري 4 شهور؟ نعم أخوي أبو محمد موضوعك وصل. أنت بإمكانك التواصل مع الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-3042 وبيساعدونك في هذا الموضوع بخصوص موضوع تحديد الموعد في عيادة السكري في مستشفى دبي. وأيضا نحن بالإمكان أن بنتواصل معك بعد الحلقة إن شاء الله وبناخذ عنك التفاصيل وبنحول للجهات المعنية على أساس يرتبوا لك الموعد. شكرا أخوي أبو محمد على اتصالك لبرنامج صحة وسهل سعادة. نكمل معاك دكتورة عفرة أهلي بخصوص موضوع الفحص الدوري السنوي ونتكلم عن الفئات العمرية. مثل ما شرحت لك الفئات العمرية عامة تبتدي من يصبح الشخص هذا بالغ اللي هو من عمر 15 سنة. كيف أنا أوجه الشخص هذا؟ طبعا كل واحد يدخل العيادة في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات تكون العيادة مفتحنا عشان تبينح دائما نفتح الناس لما يجونا يكونوا المخضين مواعيد. الشخص هذا يكون عنده وقت معين أو وقت زمني معين يدخل في العيادة يعطيني الكونسرن أو الشيء اللي هو حاملنا أو سبب زيارته اليوم. في نفس الوقت أنا أقدر أشرح للشخص هذا شو الأشياء اللي متوفرة وأنا أقدر أوصلك إياها. نعم دكتور عفرة عفواً للمقاطعة، في حالة إذا كان الشخص يعني ما عنده موعد وياي ويبغي يسوي فحص شامل مثل ما تعرفين مرات في بعض الناس يلجؤون لي يعني مستشفيات خاصة أو حتى خارج الدولة فقط للكشوفات السنوية هاي، فهل هناك مثلاً يعني إجراء معين إذا الشخص ما عنده موعد لمراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة، هل ممكن إنه يزور الدكتور ويطلب إنه فقط جاي اليوم للفحص الدوري الشامل؟ أكيد هذا من حق كل مريض إنه يطلب الفحص الشامل. نعم. طبعاً أنا عشان الوضع يكون أسهل بالنسبة لي وبالنسبة للمريض، الكل يكون عارف أن هيئة صحة دبي وزعت المرضى على حسب مناطقهم السكنية. نعم وحسب المراكز الموجودة يعني في المناطق السكنية. نعم دكتورة. طبعاً وأنا كطبيب ما أقدر أرد المريض إذا يعني، ولكن بيسهل علي الوضع. فلنفترض أنك أنت ساكن في نادي الحمر. نعم. وجيت حق خدمات نبض الحمر، أكيد أنا ما راح أردك لأن واجبي أنا كطبيب أني أغطي مرضى نبض الحمر بشكل عام. صحيح. من هذه الناحية اللي هي بخصوص الفحص الدوري السنوي، ونفس الشيء لمرضى عيادة المزهر، مرضى عيادة الخوانيت. ولكن لا ننسى بعد أن حاليا نحن في أزمة كورونا، بعض العيادات ما توفر هاي الخدمات، منها عيادة الخوانيت لأنها صارت الكوفيد أسسمنت سنتر أو اللي هي الحالات الإيجابية صارت تتواصل معها. صحيح. ولكن ما في أي عيادة رح ترد أي مريض من توصل عند عتبة بابنا، أكيد الخدمات رح توصل لك. نعم دكتورة عفرة، يعني هناك تساؤل أو أحد المستمعين من خلال الرسائل النصية يقول نبغي الدكتورة تعطينا يعني توضيح شوية أن هناك في بعض الفحوصات يعني الدورية كل سنة، وبعض الفحوصات أو بعض الأطباء يطلبون منهم فحص دوري كل 6 شهور وبعضهم يطلبون فحص دوري كل 3 شهور، يعني يبون يعرفون شو الفرق بين هاي الاختلافات في الأشهر. أوكي. من الأشياء المهمة لازم الأطفال نحن نعرف أن فحص الدم يتسوى كل سنة، صحيح؟ نعم. فلنفترض أنت جيتني العيادة وعندك الكوليسترول عالي، فيها أطفال معينة نحن ندخلها بعدين على حسب معادلات الـ WHO عشان أحسب لك مخاطرك في هاي السنة. إذا كان عالي فأنا أكيد رح أنصحك أنك تسوي lifestyle modification أو تعدل من حياتك، نمط حياتك اليومي مع دايت. بعدها راح أقول لك تعيد الفحص من 3 إلى 6 شهور على حسب الأرقام اللي أنا أشوفها. وأيضا هذا الشيء يسري على فحص السكر. إذا جيتني سويت لفحص سكر الصيام وكان عالي. صحيح. أو الفحص التراكمي اللي كان عالي راح أقول لك أتي العيادة على حسب الرقم اللي أشوفه قدامي وتعيده بعد 3 أو 6 شهور. إذا عدت بعد 3 شهور وكان لازال عالي، في هذه الحالة نحن راح نحط لك التحويلات اللي أنت تحتاجها. إذا أنت صنفتك مثلا في فئة البري دايابيتس أو في فئة ما قبل السكر، طبعا راح يكون العلاج متابعة كل 3 شهور مع الطبيب مع أخصائية التغذية. صحيح. أما إذا كنت أنت في فئة مصابين السكر راح تأخذ العلاج وراح يكون بعد مع عندك متابعة مع الطبيب كل شهر، بعدها في كل 3 شهور متابعة مع أخصائية التغذية
متابعة مع عدد آخر من الأطباء مثلا للعيون، المسالك البولية أو الكلى وهلما جرى. نعم. الفحوصات الثانية اللي ممكن أنا أقول لك إن هي تتسوى على فترات أبعد، اللي هو مثلا فحص الثدي. نحن ننصح النساء إذا كان فحص الأولي اللي هو على عمر 40 طبيعي راح تعيده بعد سنتين مرة أخرى. نعم. سرطان عنق الرحم طبعا على حسب الفئة العمرية يكون كل 3 إلى 5 سنوات. من عمر 21 إلى عمر 29 يكون كل 3 سنوات. من عمر 30 وطالع فوق يكون كل 5 سنوات مرة. ليش؟ من عمر 21 أنا أسوي فحص عنق الرحم، أخذ عينة فقط من عنق الرحم أبعثها للمختبر. من عمر 30 أنا أسوي شيء اسمه كوتستينج. شو يعني كوتستينج؟ معناته كومبايند تيست، اللي صحيح. هو فحص عنق الرحم زائد فحص الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم. نعم. عشان تدين سويت في 5 سنوات مرة. صحيح. دكتورة عفراء، كلمة أخيرة تحبين توجهينها لمستمعينا الأعزاء وأيضا لأفراد المجتمع حول موضوع الفحص الدوري السنوي؟ الفحص الدوري السنوي هذا فحص مهم جدا، لا نستهين فيه. في بعض الأحيان لما تدخل العيادة تكون أنت مستعجل، تبغي تأخذ الغرض اللي أنت جاي عشانه، أو تسأل السؤال اللي أنت جاي عشانه، عرف الممرض أو عرف الطبيب هذا الوقت 5 أو 10 دقائق يسألونك الأسئلة هاي عشان نحن نقدر نحدد حاجتك الصحية. إذا ما كانت لهذه الزيارة راح تكون للزيارة القادمة. زيارتك للعيادة هي ما راح تكون مرة وخلاص، عندك أنت زيارات متراكمة راح تكون على المدى البعيد أيضا. صحيح. الفحص الدوري هذا جدا مهم، نحدد في حياتك نقدر نساعد فيها. في حال اكتشفنا أي شيء في وقت مبكر نقدم لك النصائح اللي تحتاجها والعلاج اللي تحتاجه. نعم. دكتورة عفراء أهلي، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة، مشكورة. شكرا. مستمعين الأعزاء، مثل ما تفضلت الدكتورة عفراء بأن موضوع الكشف المبكر والفحص الدوري السنوي مهم جدا، على أساس أن الواحد يعني يمتنع من الأعراض اللي ممكن إذا أنصاب بأي مرض من الأمراض بيكون موضوع العلاج بشكل جيد وبشكل سهل، والنتيجة والنتائج بتكون إيجابية أحسن. مستمعينا بناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم الالتهاب أو التهاب المفاصل، وأيضا عندنا فقرة التغذية العلاجية للارتداد المريء. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية لبرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ معاكم مصطلحنا الطبي لهذا اليوم مستمعينا، التهاب المفاصل. مصطلح عام يشير إلى الحالات التي تؤثر في المفاصل أو الأنسجة حول المفصل، وهناك أكثر من 100 نوع من التهابات المفاصل، ومعظمها يسبب الألم ويسبب أيضا التصلب والتيبس داخل المفصل المصاب وحوله. نستعرض معكم أنواع التهابات المفاصل: الفصال العظمي الأكثر شيوعا من أنواع التهاب المفاصل، وأيضا التهاب المفاصل الروماتويد وهو الشائع أيضا، النقرس وأيضا آلام العضلي اللي فيه. هناك طبعا مستمعين الأعزاء الكثير من أنواع التهابات المفاصل، ولكنه لم يتم التعرف على أسباب الإصابة لكثير من أنواع الالتهابات، ومع ذلك فالنقرس ينتج بسبب زيادة حمض اليوريك في الجسم، كما أن بعض العوامل مثل العوامل الوراثية ونمط الحياة والبيئة يمكن أن يكون لها تأثير في الإصابة بأنواع مختلفة من التهابات المفاصل. أما الآن مع فقرة التغذية، واليوم عنواننا التغذية العلاجية للارتداد المريئي، مع أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة هنادي حسني. أستاذة هنادي صبحت الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحك بالخير يا أخي. الله يحييك. طبعا
نعم، الارتداد أو الارتجاع المريئي طبعا أحد المشاكل الصحية الشائعة لدى العديد من الأشخاص. أستاذة هنادي، حابين نستوضح معك أكثر عن النصائح والإرشادات حول التغذية العلاجية للارتداد المريئي، وكيف أيضا وكيفية التعامل مع هذه المشكلة الصحية. إن شاء الله رح نتكلم إن شاء الله اليوم عن الارتداد أو الارتجاع المريئي بشكل عام، ولكن اليوم رح أخص بالذكر الارتداد المريئي عند الأطفال. هلا، وهي عبارة عن حالة مثل ما تفضلت أخي، هي حالة شائعة عند الأطفال اللي بيقل أعمارهم عن عمر سنة. تقريبا 50-60% من الأطفال بيعانوا من هاي المشكلة، وعادة بتختفي هاي المشكلة لما يوصل عمر الطفل تقريبا 12-14 شهر، ولكن إذا استمرت لأكثر من 18 شهر هون بيصير يعني مشكلة يعني يجب تدخل الطبيب فيها. هلأ، ما هي مشكلة الارتداد المريئي؟ هي من اسمها ارتداد محتويات المعدة والحمض المعدي إلى المريء بسبب ارتخاء في الصمام الموجود بين المعدة والمريء، وبالتالي تطلع محتويات المعدة سواء كان طعام أو سوائل بالإضافة إلى حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى التقيؤ. هلأ، في بعض المرضى ما بيعانوا من التقيؤ، وهو بنسميه الارتداد المريئي الصامت. بينزل جزء من محتويات المعدة اللي ارتدت إلى المريء وبدخل في مجرى التنفسي، وفي هاي الحالة بيسبب لهم التهاب في الرئة. هلأ، وعادة الأطفال اللي بيعانوا من مشكلة الارتداد المريئي بيعانوا من البكاء الشديد، خاصة بعد أخذ رضعات الحليب، وهي بسبب حمض المعدة لما يرتد بيسبب ألم شديد في المريء، لأنه مثل ما بنعرفه عبارة عن حمض المعدة مهيئة أنه تفرز هاي الحمض وتتأقلم معه، لكن المريء غير مغلف بجدار أنه يحميه من هذا الحمض. وكمان كثرة الاستفراغ عند هذول الأطفال، مثلا تقريبا من أكثر من 4 مرات في اليوم تكرار الاستفراغ، وكمية الاستفراغ بتكون كبيرة، يعني تقريبا أكثر من نصف الرضعة بيستفرغوا بعد كل رضعة، أو مثل ما قلنا من 4-5 مرات في اليوم. هلأ، بسبب الاستفراغ وعدم قدرة الطفل لأخذ كميات كبيرة من الحليب بيؤدي ذلك إلى نقص في النمو عندهم، مقارنة مع الأطفال العاديين بيكونوا نموهم مو مثل يعني باقي الأطفال بنفس العمر بسبب عدم كفاية المواد الغذائية اللي بياخدوها. نعم، الأستاذة هنادي حسني، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. طبعا حديثك معنا اليوم مهم الحقيقة عن التغذية العلاجية للارتداد المريئي، وشكرا على هذه النصائح والإرشادات الجميلة. احنا في الإرشادات بعدنا ما تطرقنا لها، يعني هاي كانت فقط مقدمة، إذا في مجال يعني ممكن نذكر الإرشادات اللي لازم يتبعوها. نعم، ممكن السريع. هلا، في بعض الأمهات بيجوا عنا بيشتكوا من يعني إنه الطفل عندهم بيستفرغ. هلا، قد لا يكون في كل الحالات الاستفراغ ارتداد مريئي، ممكن يكون أوفر فيد، يعني الأم بتعطي رضعات بكميات كبيرة، مشان هيك بيستفرغ الطفل الكمية الزايدة، وخاصة إذا كان وزنه ونموه بشكل طبيعي، أو إنه الأم مباشرة بعد الرضعة بتنيم الطفل بدون مساعدته على التجشؤ، إنه ما بيخرج الهواء اللي الزائد اللي دخل المعدة أثناء الرضاعة، وبالتالي قد يؤدي إلى الاستفراغ. هلأ، بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من الارتجاع المريئي، توجب علينا نعطيهم وجبات صغيرة بشكل متكرر، يعني كل 2-3 ساعات رضعة صغيرة الحجم، وأثناء الرضاعة وضعية الطفل تكون مرتفع بزاوية تقريبا 45 درجة، ومساعدة الطفل على التجشؤ بعد كل رضعة لإخراج الهواء الزائد لتجنب الاستفراغ. وفي بعض الحالات بنضطر لإعطاء الطفل حليب صناعي ضد الارتجاع، مشان يخفف من حدة الارتجاع عند الطفل. هلأ، بالإضافة لما الأم تدخل أطعمة الفيطام بخف الارتجاع، لأنه الأطعمة الصلبة بالعادة بيتحملها الطفل أكثر من الأطعمة السائلة بسبب سهولة ارتداد الأطعمة السائلة. هلأ، كل ما كبر الطفل بالعمر بتخف المشكلة عنده، وبعد السنة إن شاء الله بتختفي، لكن في حال إنه ما اختفت المشكلة وما قلت حدتها يجب مراجعة الطبيب.
نعم، شكرا الأستاذة هنادي حسني، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا على النصائح والإرشادات المهمة حول التغذية العلاجية للارتداد المري وأهميته بالنسبة للفئات العمرية المختلفة. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة التغذية إلى فقرة صحة الطفل وفيتامين دال. يعتبر فيتامين دال مستمعينا من أهم العناصر الغذائية لنمو الطفل، وخاصة في مراحل النمو المبكرة، حيث يتسبب هذا النقص في العديد من المشاكل الصحية في مراحل لاحقة من العمر. للحديث وأهمية هذا الموضوع للحديث أيضا، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة ميساء صالح، أخصائية طب الأطفال بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ميساء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، أهلا بحضرتك وأهلا للمستمعين الأعزاء. الله يحييك دكتورة. طبعا فيتامين دال يعني مهم طبعا، ومستوياته الطبيعية لابد أن تكون أيضا لجميع الفئات، ولكن دائما هيئة الصحة بدبي تحرص في خدماتها لجميع فئات أو أعمار الفئات أو أفراد المجتمع. اليوم حديثنا معك دكتورة عن صحة الطفل وفيتامين دال، لو حابة دكتورة بس تعطينا فكرة عن هذا الموضوع، فيتامين دال وأهميته بالنسبة للطفل. أمين. فيتامين دال عنصر غذائي، مش بس احنا مش هقول عليه انه هو فيتامين، احنا بنقول عليه انه هو اكثر انه يكون هرمون. ليه؟ لان سبحان الله بيصنع في الجسم من عن طريق الجلد، الجلد بيتفاعل مع اشعه الشمس، فعلشان كده احنا بنقول عليه انه هو فيتامين الشمس. سبحان الله، الله اعطانا شيء يعني زي بيقول بدون اي مجهود، ان احنا مجرد ان احنا ناخد من عن طريق التعرض للشمس ويمتص في الجلد ويتحول إلى فيتامين د، اللي هو بعد كده يقدر يدخل في عناصر كتير جدا من جسمنا. من أهم وظائف الفيتامين د امتصاصه ومساعدة الكالسيوم والنمو العظمي لنا. بس بعد كده لقينا إن مش بس أهمية فيتامين د في النمو العظمي للأطفال أو حتى للكبار، في كل معظم الأجهزة اللي عندنا في جسمنا في الصحة بيساعد جامد جدا في المناعة. حتى في الكوفيد 19 في الأول خالص كانوا بيركومند إن إحنا ندي فيتامين د بكميات أكبر. دكتورة ميساء من فضلك بس لو تعذرينا شوية، الصوت مش واضح، لو تتحركين مكان في إرسال أفضل. تفضلي دكتورة. تمام كده، تمام. ايه اتوقع اذا 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 حاطه سماعه دكتوره شيلي سماعه وخلي مباشره السماعه وخليتها على السبيكر. ممتاز، تفضلي دكتوره. كده تمام، اوكي. هي نعم افضل، شكرا. تحب اعيد من الاول فين حضرتك ولا انت اوكي؟ كان مسموع. لا كان اوكي، بس ممكن تكملين دكتوره، تفضلي. خلاص، فالفيتامين ده لان هو بيدخل في المناعه في للاطفال وللكبار كمان، ونقص فيتامين ده بيشكل مشكله في بعض تحسن الامراض اللي احنا عارفينها، حتى المرض السكري، الغده الدرقيه، الامراض المناعيه بتتحسن مع تحسن الفيتامين ده. انا مش بقول ان احنا ما نديش الادويه لبعض الامراض، ولكن فيتامين ده عنصر اساسي في كل الامراض الاخرى، حتى الحساسيه الصدريه بتتحسن مع تحسن فيتامين د. فسبحان الله، الله أعطانا الفيتامين د كهرمون بيدخل بسهولة شديدة جدا لجسمنا عن طريق الشمس. ده بالمختصر. نعم. الفيتامين د. صحيح. أيضا دكتورة، نحن اليوم من خلال يعني فقرة الأخبار تحدثنا بأن نقص فيتامين د يزيد احتمال الإصابة بكورونا فيروس بنسبة 50%. هذا طبعا مثل ما أنت تفضلتي أهميته، ولابد أن يكون في مستويات أيضا الطبيعية. تمام. وحتى في بعض الدراسات أكدت أن الفيتامين د زائد الزنك لهم عامل هام جدا في الوقاية من الكوفيد 19، وأن إحنا لما بنديه بمستويات أعلى شوية علشان خاطر نزيد المناعة عشان نقدر يكون مقاومة جيدة للكوفيد 19. صحيح. نعم. اللي أنا بس عايزة أوضحه حضرتك إن لأن دي دايما بيبقى فيه اختلاف عند الأمهات، إمتى نعرض أطفالنا للشمس. سبحان الله،
احنا عندنا شمس وشمس كتيرة مش زي البلاد الأوروبية والبلاد الأجنبية اللي تكاد تكون الشمس عندهم. صحيح. ولكن احنا زي ما بنقول حضرتك بنوزن ما بين الصالح والطالح. الشمس عندنا القوية جدا طبعا ممكن تكون مضرة، ولكن سبحان الله وجد أنه إذا تعرضنا للشمس لمدة من 5 إلى 10 دقائق في الصيف بالذات، وفي الشتاء نزودها شوية ل15 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، في الوقت اللي هو الشمس تبقى تقريبا عمودية يعني من الساعة 10 لحد الساعة 2 ظهرا، بتكون أفضل فايدة بالنسبة لنا إن احنا نمتص الفيتامين ده. المدة بتزيد شوية للأطفال اللي هم لونهم غامق شوية اللون القمحي بتاعنا يعني، فدي أهم حاجة نتعرض فيها الفيتامين ده. يعني سبحان الله الفيتامين ده مهم جدا وفي الشمس في بعض فالوقت بتاع فيتامين ده مهم جدا بالنسبة لنا إمتى نتعرض لفيتامين ده. كتير جدا من الأهالي بتحط بعض اللي هو مواد حماية الشمس اللي هي كريمات حماية الشمس علشان خاطر الطفل ما يتعرضش للأذى من الشمس، وده بيمنع تماما وصول أشعة الشمس اللي هي فوق البنفسجية للجلد، وبالتالي امتصاص فيتامين د بيبقى مش جيد بالنسبة لنا. دي نقطة كنت حابة جدا جدا بس أنوه عنها. نعم الدكتورة، طبعا هناك الكثير من المشاكل الصحية وكثير من المضاعفات الصحية اللي تترتب يعني على موضوع نقص فيتامين د. هذا طبعا دكتورة للكل سواء الأطفال البالغين وأيضا للكبار، ولكن بسبب نحن اليوم حديثنا معك دكتورة عن الأطفال، لو تخبرينا يعني ما هي المشاكل الصحية التي قد تترتب على نقص هذا العنصر لدى فئة الأطفال؟ تمام، احنا اول عنصر بينقص عندنا لو نقص فيتامين د هو له علاقة بامتصاص الكالسيوم. لو الكالسيوم نقص معنى كده ان انا عظامنا هتكون عظام هشة، ودي اللي بنسميها تخلل العظام او اللي بنسميه الريكتس اللي هو ليونة العظام. العظام ما بتبقاش العظام الجيدة اللي هي صحية، فبيبقى في ليونة للعظام، وفي الكبار بتبقى هشاشة العظام. فإذا هو ده أهمية فيتامين د، أو يمكن الأساسي لعمل فيتامين د هو امتصاص الكالسيوم والمحافظة على العظام الجيدة الصحية. فبالتالي الطفل هنمنع عنه ان هو يكون عنده ليونة عظام، عنده التكسر، يبقى بيتكسر بسهولة شديدة، ان هو ينمو عظامه قوية وفي مراحل العمرية اللي بعد كده هو مهمة جدا بالنسبة لنا. فده أكتر حاجة للفيتامين د. زي ما قلت لحضرتك هو داخل في أجهزة كتيرة جدا من جسمنا، وبيساعد جامد جدا على الوقاية من بعض الأمراض، وبيساعد في علاج بعض الأمراض إذا تحسن الفيتامين د. وعشان كده الأمريكان أكاديمي أوف فيدياتريكس اللي هو الأكاديمية الأمريكية حرصت إن احنا نبدأ نعطي فيتامين د للمواليد من أول يوم في حياتهم، ونستمر بإعطاء فيتامين د إذا كان الطفل ما بيتعرضش للشمس بالطريقة الجيدة، وإحنا هنعتبر إن هو ما بيتعرضش، إنه يكمل ياخد فيتامين د كحبوب أو كنقط لحد ما يوصل للعمر اللي إحنا نوصل فيه للسلامة 7 سنين أو ما فوق، أو يكمل 18 سنة كمان. صحيح دكتورة، أيضا يعني من الأمور المهمة بأن طبعا نقص فيتامين د لدى الشخص الإنسان سواء كان يعني كبير بالغ أو طفل، أكيد دكتورة له يعني أعراض وله علامات، وللأسف ولكن يعني للأسف أن نحن مرات ما نعرف أن هاي العلامات هل هي بسبب مرض معين، بسبب نقص فيتامين د، إلا بعد ما يعني تذهب عند الطبيب وتشرح له أو تشتكي من المرض اللي فيه، ويعني يتم عمل فحوصات الدم، بعدها يطلع أن في الدم في فحص الدم بأن في عندك نقص حاد في فيتامين د. لو تحدثي لنا دكتورة عن هاي الأعراض والعلامات في نقص فيتامين د، وكيف يعني متى يجب مراجعة الطبيب سواء للطفل أو حتى لو للكبير؟ تمام، طبعا احنا في علامات بسيطة في الأول خالص بين عندنا اللي هي قبل ما نوصل إلى المستويات القليلة جدا من فيتامين د والتأثر على الكالسيوم، منها ان هو البني ادم او الطفل بيحس بوهن، بيحس ان هو ضعيف مش بالنشاط العادي اللي هو بيعمله كل يوم، بيحصل تساقط للشعر، بيحصل الاظافر عنده بيبقى فيها خلل على طول،
بيبقى فيه عنده شوية حتى زيادة في الوزن، لأن حتى فيتامين د أثبت أنه إعطاؤه بيحسن الوزن بعد شوية، طبعا مع الحمية يعني. صحيح. بعد شوية في ألم في المفاصل، لو الطفل حس أنه في عنده ألم في المفاصل أو الكبير، بعد شوية بنلاقي الطفل لا قدر الله لو حصل له مستويات فيتامين د نقصت، بيبقى فيه عنده زي نوع من العرجة أو العلامات اللي هي السريرية اللي بتقدر طبعا الدكتور يشوفها من خلال نقص الكالسيوم. ساعات بيحصل نوع من أنواع التشنجات في المفاصل أو في الإيدين وما بتبقاش مفسرة، الألم والوهن الدائم، سقوط الشعر، الحاجات دي كلها من العلامات البدائية لأن فيتامين د ابتدى ينقص عندنا. لو احنا بدينا ناخد الفيتامين د زي ما هو بالأكاديمية الأمريكية بياخدها، ما اعتقدش ان احنا ان شاء الله حنوصل الى هذه الخلل ان شاء الله. نعم، ومثل ما ذكرتي دكتورة بان يعني موضوع النقص فيتامين د هاي مشكلة عالمية ولا تختصر على دولة معينة، فلهذا السبب يعني لو تحدثينا دكتورة يعني ما هو البرنامج، اذا قلنا هناك برنامج دوري مثلا، متى ممكن الشخص أن يزور العيادة أو الطبيب إذا ما كانت عنده أي أعراض ومشاكل، فقط للتأكد بأن نسبة الفيتامين د في الجسم في معدلات الطبيعية؟ يعني إحنا مو بلازم دكتورة ننتظر لما تستوي الأعراض اللي تفضلتي فيها ومن بعدها ممكن نصير نشوف الطبيب. تمام. إحنا عامة أول طفل ما بيتولد بنمشي على برنامج علشان خاطر ما نوصلش اللي حضرتك تفضلت قلت عليه. نعم. إن إحنا بنديله من أول يوم في الولادة الفيتامين د ويستمر عليه، سواء هذا الطفل بيرضع طبيعي وهو المفروض كل أطفالنا بترضع طبيعية، أو حيرضع أي نوع من أنواع الحليبات أو وصل إن هو يبتدي يأكل. مع الرضاعة الطبيعية بنبتدي بفيتامين د ونمشي على 400 وحدة يوميا مستمرين لحد ما يوصل الطفل سن سنتين ويبقى احتياجه للفيتامين د حوالي 600 وحدة يوميا. تعرضه للشمس زي ما أنا قلت لحضرتك ده من ضمن البرنامج اللي احنا بنحطه للأمهات إنهم يستمروا عليه. بنفضل ان احنا دوريا سنويا نفحص فيتامين د على اساس ان احنا نشوف لو في نقص او لا، او خاصه ان بعض الامهات بعد شويه من اعطائها فيتامين د بيحصل نوع من ننسى، ما ناخدش بالنا، ما بنتعرضش للشمس جيدا. الطفل اللي عمره 6 شهور يستحسن ان هو يفحص اول مره، وبعد كده سنويا للتاكد ان فيتامين د ما حصلش فيه اي خلل. لو لقينا الطفل لاي سبب من الاسباب عنده نقص فيتامين د، فاحنا بنعدل الجرعات اللي احنا بناخدها الى جرعه مش وقائيه بنسميها جرعه علاجيه، وبالتالي الطفل كل 3 شهور يتفحص عشان نتاكد ان فيتامين د رجع للمستويات الطبيعيه بتاعته. نعم دكتورة، عندنا مداخلة من الأخت أم محمد تقول هل الشعور العام بالإرهاق والتعب يعني نقص فيتامين د؟ لا، الأسباب الشعور العام بالتعب والإرهاق داخل فيه عوامل كتيرة جدا من ضمنها الفيتامين د، ولكن فيتامين د سهل قوي ان احنا نفحصه ونعرف ان احنا عندنا نقص او لا. فلما الشخص او الطفل يشعر دايما بالارهاق عندنا اسباب كتيرة جدا، فبنضطر ان احنا نروح احنا لازم نروح للطبيب العام ونشوف التعب ده بسبب ايه. قد يكون التعب ده بمنتهى البساطه بسبب قله النوم مثلا، بسبب في ستريس في حياتنا، ده لو كان حاجه بسيطه، ولكن لو هو حاله مرضيه بنبتدي نشوف خطوه خطوه ايه الحاجات اللي ممكن تاثر. ساعات الغده الدرقيه تكون عامل، ساعات نقص الحديد بيكون عامل، ولكن فيتامين د وجد انه من الحاجات اللي مسببه ايضا، ولازم نتخذ اجراءاتنا لانه سهل ان احنا نفحصه ونعرف ان احنا عندنا نقص فيتامين د ولا لا. صحيح دكتوره، ايضا هناك الكثير من الانواع المختلفه في الصيدليات، وتعرفين دكتوره مثلا فيتامين د يعني الادويه اللي ما تحتاج حتى وصفه طبيه، وطبعا في بعض الناس تاخذ الجرعات يمكن بدون توعيه، وفي جرعات طبعا 10,000 و 50,000، شو تنصحين الدكتورة في هذا الجانب؟ هقول لحضرتك في عندنا حاجة بنسميها جرعة وقائية وجرعة علاجية. طبعا الجرعة العلاجية اللي بيكتبها الطبيب، الجرعة الوقائية في الأطفال من سن 0 لحد حضرتك سن سنتين بيبقى 400 وحدة كافية جدا، ودي بتبقى على شكل نقاط أو على شكل 1 ملي يعني، وهو 400 وحدة كافية جدا. بعد سن سنتين
بنبتدي نقول ان احنا 600 وحده بتكفينا على اننا نكون فحصنا الفيتامين ده وعرفنا نسبنا اللي موجوده فيها ايه، ودي برضو بتبقى على شكل نقاط او على شكل ادويه يعني دروبر يعني. نعم. بعد كده هو في لو الطفل قادر يبلع حبوب بيمشي على حبايه 1000 كل يوم يوميا، او في حبايه اللي هي 10,000 مره واحده في الاسبوع، احنا بنتكلم على الاطفال. نعم. بعد عمر الطفوله اللي هي بعد ال 18 سنه الجرعه طبعا ممكن تزيد، 10,000 جرعه كافيه لاي حد، وقد تزيد ل 50,000 الى لو كان الشخص البالغ عنده نقص في الفيتامين د، وممكن يزيد عن كده. الدكتوره نعم دكتوره اعذرينا بس الوقت، دكتوره ميساء صالح اخصائيه طب اطفال بمستشفى لطيفه بهيئه الصحه بدبي، موضوع مهم، شكرا لك دكتوره على هالمعلومات المفيده. شكرا مستمعينا الاعزاء، وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى ان شاء الله ان الحلقه قدمت لكم المعلومات المفيده، وهذا هو دائما نهج هيئه الصحه بدبي نحو مجتمع اكثر صحه وسعاده. اشكر الحقيقه اشكركم متابعينا لهذا البرنامج، واشكر فريق العمل لهذا اليوم في الاعداد الاستاذ يوسف او حسني البلاونه، التنسيق والمتابعه، ومخرجنا المتالق نمر محمد، وتقبلوا تحياتنا عبد الله جمعه، ودمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.